تنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حنفتي ذي نفتي نوضر دار مهيا أولا وقبل كل شيء أبسد إله سبحانه وتعالى، أبسد الله سبحانه وتعالى ومدنا لفري ووصي ذي إله سبحانه وتعالى ودر دارمي ومضاني ومذي كريب سيد الله إليه سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، در دارنك إله سبحانه وتعالى ونوضر دارمي وي ودر دارنك نبينا عليه الصلاة والسلام ونوضر دارمي سيد حديثك العرباضي مساري كويم رضي الله عنه ما للم الله كم إذا ينبغ عليه الصلاة والسلام صحابة آد وعدي وعد آد حل دير وآد قيمة بضن وصحابه تلمامي صحابة إلا الميان ينبغ عليه الصلاة والسلام صحابة وعدي كدبنا وحي إلى هذا النبي الله وحضوك تقف تقهيه ودردار معناه أنك تقهيه نوضر دار وعدي قاقو حوكي هاي قفل السبونتين هاي مركز دردار ما نكارفنا وصيادنا وحلي إلى هذه الكلمة قابن أما الشيء جامع وقوبن والله حفظين كرم. وصيادي النبي عليه الصلاة والسلام قوه رئيسي ودر دار من وحي هيد وصيكم بتقوى الله أبسيد إلهي من يدر دار من هيد وركوا در دار إنك النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآنك كريم كه إن بضان وأبسيد إلهي سبحانه وتعالى لقسوع العلي يفرطان كلا يسفر هيد يفوائد يقيمها إله ظهي ولقيه لهي إلهي نوشيك سبحانه وتعالى ما لنت قيامة إن لقبت بادها يا أبسيد إلهي وضدك إلهي كعب سيد لبدبادين هيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونوشك الله سبحانه وتعالى أعماشة عدة لقاء أقبلها إني تاي عدة أصيح كعب سطي إنما يتقبل الله من المتقين. ونوشك الله سبحانه وتعالى أمورها إن لقوا يصره عبس ديسة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قفك مركب مسلم كاه وفرن يهي مروى البوء الرباء إنه عبسيد إله سبحانه وتعالى وقت والبدايمة إلا والبوء تشوقه يحالة والبوء كسو غني هاي إنه إله سبحانه وتعالى كعبسيده نبي عليه الصلاة والسلام والصقل اتق الله حيثما كنت إلا والبوء تشوقتي إله سبحانه وتعالى وعبس وعدك مهمة دي سنة إنت أصبح كسو ورسامها يايو وحي الله وضبع الموضوع وحوى هذا عبسيد إله سبحانه وتعالى ويوحى الأسفر هايو يين الله سبحانه وتعالى لقى عبصده حان الله ويديسنا إن سبحانه وتعالى من عبسيدي سنقو أرزقه ووقت والباء في السر والعلن إن الله كعبصنا ونوافجيه. أنت أكدب موضوع عن ربنا إن شاء الله تعالى وحي رانكة المامة ونفتي ذي نفتي إنه في له إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى نوانفعه وموضوع كسابسن ابتلاقه أما السنة معناه وحبين سنة الله سنة الابتلاء في هذا الكون سنة إله سبحانه وتعالى كون كان عقول سنتها ابتلاء امتحان
ابتلاء قاسي امتحان كاس والروح والبو مره هيو أنواع ذيذون كلا قدسنت هاي وكلا دوانت هاي نوعية بضنو إيمان كرته حول روح مسلم كفا إيدي سن هاي محيطة دروسته وكفا إيدي سن هاي محيطة موقف كالروح مسلم كأوفق عظم هاي حنمرك الربا إن شاء الله تعالى النقاط كوبا أما قضبه كوبا إن معنا وحويا نكو صاب سناته ابتلاقه يوحى الله قوضه محاول نحيا صغي اختبار معنا وحيا فتنته سنة داس سيدو القرآن كو تقريري أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيوه هذا الشيء محيطها أنواع ده ابتلاقه سنة قنكرة ومحي وحى الروح مسلم كوحى وكفى إذي سنة هي أما الدروس توكا قاضن كرى ابتلاقه اختبارك موقف كالروح مسلم كالغر هو مركي ابتلاء أما امتحان وقبصدين وصنقاته أما معنى وحى ويان موقف كالغر دون هيون وكي استاقع هنتاس أما قابك ولا تعاملها يوامح نقاط أصيان يعني إن شاء الله تعالى وحي إلهي الكرسي سبحانه وتعالى أنك قهد الدونة أولا سنة إلهي سبحانه وتعالى كوني ذا وحيكون درير سنتي أما إهتاي أدون كان إنه يهي دار ابتلاء وامتحان ودار اختبار ودار ليسكون امتحانه هي ودار روح انت وتشوبه امتحان وكشري اختبار امتحانك اختبارك حلقة وضع ومعاني سورة لو ابتلاقة هي امتحانك هي اختبارك هي فتنة معنى وحوين روحة وحمرها هي امتحانه ولا اختبارها هي فتنة وحيالة بضم بمرها هي كل ذلك إله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة في ذلك حكمة بكلية إله سبحانه وتعالى هنتاس وح الله وحو كذيين إلى سبحانه وتعالى حكمة يوصمية أن كلمة فتنة أما فتنة كلمة اختبارك كمسي فوق وحيال الله استعمال وحا كم إذا فتنت الفضة أو الذهب على النار إذا أذبته بها مركز شيء معنا وحويان فضة أما الذهب كضبك أتكون لالسيت وحال الله استعمال اللغة العربية فتنة أو ضلالين اختبارك يبتلاقونه مع ناس كمفوقة والروح معنا وحويا مرك امتحانك الله مرين هيو أما اختبارك ومرة هيو أما الله امتحانه هيو وحال الرباه إن لصفة هيو سيد آيات القرآن كان كوارك دونه وكلا صارد الضوم الله لغو كلا صار هيو اختبارك نينك اختبارك أخدع عن امتحانك أخدع عن نينك كباسة درجات أيكو كله هلا هيان سيد أغو كلا باسان أنت أمرك وحاولين افتضى ما اختبارك القرآن الكريم كان يبضن بالتقريري الله سبحانه وتعالى حليه هي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حليه الله سبحانه وتعالى كلمة داس ألف لام ميم حروف مقطعة وقرنا إسانا وحروف سيدة في عام إن لو دا معنى هذا إله سبحانه وتعالى لو تفويضيه لي هذا إله يقال معناها لقى وضح وكلمات كمعجز كقرآن كتسينها هي إعجاز كيسة معنيه سنة وحيالها ومعناه وضنا وحيالها إله سبحانه وتعالى ولقوني هاي حلي الله سبحانه وتعالى أحسب الناس ضدكم وحي أم ليين أن يتركوا إن لو قتغي أما لو قضافها هي أن يقولوا آمنا آمنا إني إلهذين إله ما قم إني أما إيمان إني الشيكتان أما إيمان كي كل واقان كلي إن لو قدين هيمي أم ليين حرد السيدة ماها أنقوا فتنة إن السيدة قدين نبي أم ليين مايا ولقد فتن الذين من قبلهم تدكي كهري ما فتنة إني ولا اختباري ولا امتحامي ولا تجربي وحال معناه فيرنا هيا ولا معناه وحي الله سبحانه وتعالى وسيدا أولئها وصمينا هيا سوك لصارف كوا إهن تكتاي وحي الشيغان هيا أن يآمنا يكوا إهن تكاهين وحي الله دي آمنا لسكودا أيو هدي لغوما كالصريو إيمانك هي معناه وحويا جنة هلتان كذي درجات كذي وإن تسكوا كالهران ولا كالصرام مريو وإن معنى وحي الامتحان كمركي لقلو تذكو اسكسوه مباصان
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلهي سبحانه وتعالى وحي مركا كلا سار هي ووغي هي لكن ددك او موجيو او لو موجيو ددك كي رونت شيغا هي ارنتو اي رونت كا هي يا ميدكي اي بينتا كا هي ان لا كلا عديو او لا كلا سارو سداسو إلهي سبحانه وتعالى وسمين حكم الله سبحانه وتعالى ايات القران كا ارنتا او كو تقريري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. حلي الله سبحانه وتعالى وإن امتحاننا إذا امتحاننا والذي تجربي والذي اختباري حال إذا في اختبار هي حيالكم إذا عبسيضة حنون معنا وحويان إن قاتشذي مريه والذي كان سقامية أبارة إذا كرعة لباتوي إذا سوجارة أولادي والذي كان سقامية لمشي وحلم إذا يكون ماتوا ابتلاءات كان معيف ربضان وكم إذا هل يكون امتحامي والامتحام هي امتحان كسواد مريسان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إلهي الله سبحانه وتعالى آيات كله وأن امتحامينا وأن اختباري سيان أكل صارنا أكل وقالنا أكل وقالها إلهي سبحانه وتعالى لكن ضدك يقوم وقطه كوي مجاهدين تاجدك إلى سبحانه وتعالى كتاجنا يكوي كله كوي جدك إلى سيدنا وقت استعج وجه هذا يكوي كله عكم إذا آيات إلى سبحانه وتعالى ورنت كت تقريري ولو شاء الله لانتصر هدو إلى سبحانه وتعالى وروه وقول إنسان لا يصيغ قوش معناه صو عنا أين نوجه هذا أما دينت إلى كريالي دي سائر ودا قال من أي أيوة إله يقول إنسان لها ولكن ليبلو بعضكم ببعض قاركين قارك كلام يكون امتحان وحوالي ذو كلا صار ذينك أو كان جهاد هي يكن دجال جله هي يكن إله الدين تسوي استاجه هي يكن دفاع هي يكن رفض سنة وعبد هي إن لا كلا صاره آيات فربضن أي أيوة إله مك سبحانه وتعالى وحكم تقريرنا هي سنة سكوني جاء إن ضد كلا اختبار والله امتحانه الذي خلق سبع سماء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا آية ذكرت وسورة مريم سورة الكهف كشرتي سورة مريم عفوا إلهي سبحانه وتعالى إذا امتحانها يا ولدي اختباري سلاموش يا ولدي كلا صاره كين عمل كونك سني كان كلا اختبارك مركه يبتلاقه والسنة كونية من سنة لله عز وجل كون كان إن اختبار أي ضدك مران والدنيا ذا اختبار رمر وشيء لازم أه ولا جو مرمان وإيمان هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي صدق العدي سي والنبي عليه الصلاة والسلام حكسوا جن إن لو يدي نبي أوحى لو يدي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ضدك يا أقول لبضن اللي بعطي امتحانك يا اختبارك يا أقول بضن ضدك اللي اختبارها هي اللي امتحانها هي أو بضن بالي النبي عليه الصلاة والسلام لبك ضدك اللي اختبارك الله مرينها هي كوا وقول لي بضن النبي عليه الصلاة والسلام كل جوابي الأنبياء اختبارك هي امتحانك ضدك أو بضن الله مريه وأنبياء ذي الله سبحانه وتعالى ثم الأمثل فالأمثل كد من واحد كل حاجة سيدة وكل صغيران وكل قيم بدنيهين وكل قيم بدنيه وكل بدنيه وسيوة النبي عليه الصلاة والسلام وحيري يبتلى الرجل على حسب دينه أو بحسب دينه نينك والله امتحانها يا مروحة والله امتحانها مر دينتي سميشة أي قارسي سنتاي أما هيرك أي قارسي سنتاي وسعى دي نبو عليه الصلاة والسلام وحليه هاي هدي وروح دينتي سو أذقي هاي أما الروح أذقي هاي دينتي سو كو أذق ابتلاقا يلي باعتضع يا لغوات كايا فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه هدو يهم الدين تيسا أدك تايو دين تيسا كو أدك لباتذي سي ابتلاقي سي اختبار كسا لسي كرنيا وإن كان في دينه رقة وابتلي على قدر دينه هدي دين تيسا مركو رأي رقية جلاع سكتش سيو سكتش الحسنانا أصنوا حويا نقدر كيضا لامتحان هيا ولا اختباري مرك امتحانكو أنبياء ذي الله بالا مرين هيا ضدك صالحين تابا لمرين هيا ضدك ومناكسن بالا مرين هيا عد والبامريسة سي الله سبحانه وتعالى التمييز يتمحيص وقصة ميت
ليميز الله الخبيث من الطيب. إلهي سبحانه وتعالى سوءك لصار، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إلهي سبحانه وتعالى ضدك سيدا وكذين هاي وقتك ما ضدك ولا امتحان امتحان بعض المرين امتحان كنوا وانواع بذنه وارك الدونايو امتحان كسبي يا رف ربضان وضا حتى قرن كرنقار قوض بارقون امتحامي حديث كمركة يا آيات كفرها بضنبا حين نوع تقريرين هيا وانا ربرا هيا سننت كونيا وإلهي سبحانه وتعالى كون كان وقتل قلوي ومر أي مر هيا وحاكم إذا سنة الابتلاء والاختبار سنضع امتحان كابتلاء يئن ذاتك الله امتحاما إياكم إذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أي لو يديو حليلي إمامه نينكما وقع في عن إلا مكانيه أو تمكين لسيه أو إلهي سبحانه وتعالى أود وديبا دون كان معنا وحينا وديس إمامه لكي يحيال الله مذا لوديبا أصبح وحدي بأن صومري من سنتين لإبتلاء لصومري الله صوى امتحامه كدب معنا تمكين كي أود لسيه كاسوحو يلي وهل يمكن حتى يبتلى تمكين ميو هلا هيا وصورة قلم يا هرطة إنو تمكين هلا تمكين كو حال لوجه إذا إنو روح أود يا شو أو معنا وحاويان كلمة دي سواء يسر رئيس أو معنا وحاويان صبو ونقضة روحة ما ملك هيا أما طالين هيا أما معنا وحاويان دين تي سأي الظاهر قلطة هيا أود نوع عاصرة مقاري كرابي إلى اللي ابتلايه إلى اللي امتحامه صورة قلم يا إنو قارو مايا وحير التمكين لصين مهيو حتى يبتلى إلى لصو امتحانه ولصو اختباره راح تمكينه ومقاره. وهكذا أن بيد إله سبحانه وتعالى وفيرصه وإله سبحانه وتعالى دعوة الرسول ديبي وإله سبحانه وتعالى حقي سلقة دورتي مصطفى انتهى معنا حوالي إله سبحانه وتعالى وصافر الشيء كل قوة ضحي مره هي الاختبار كاس ولا ديبه هي ولا ديله هي ولا بينين هي وحول بو كلمة فنوكس الله استعماله إلى أي اختبار كاس أي كسو قدبال أو يصو مران ومعنى وحوانا كسو باسان تمكين مقاري. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نبي الله إبراهيم أي الله سبحانه وتعالى نوغو روان امتحان لي كلمات بالغوية امتحانه الموضوع عليه كلمات كلهم امتحان ومحي أوامر النواهي حوالا فري وحوالا قرها يوي إلهي سبحانه وتعالى أهم بودري مهمة با معناه الله الدري واجبات با لصاري فأتمهن وكسر بحي السيدة يهد وكامل يري حاك الدنبي قال إني جاعلك للناس إماما ذاتك يعني إمام كاغن لقينا المعنى وحويان هو قامي يدي ميد بان كان لقينا أم بيد إلهي ورنصاصه نبي الله نوح قرما لبدبادي مركو ابتلاء بدن صومري اختبار بدن صومري فلبث معناه حوالين ألف سنة إلا خمسين عاما مدة غير سور نقعد ندك السور يحجوجي السور بيني والصور إبي أي إله بدبادي سبحانه وتعالى. وهكذا أنبياء إله نبي محمد بلغته يسير ديسي ينتو لب صومري حوالين مركو الروحة ابتلاء قاس صومري امتحان قاس فرها بدن يصومر هيا سنة إلهي وكونك وحويان دون كان امتحان اختبار الغمرين امتحانك شياضة معركة وحويان سيدة قوني ذا الله صحيحة كم إذا فتنت إذا ابتلاقه فربضان يهي أما الروحة وحلقه امتحانه يهي فربضان تهي آيات دقيبت أن صوت شاقنا يكم بتهي إن أولاد الوقوع امتحان وأولاد زي الوقوع امتحان آيات القرآن سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى وحليه وبلوناه بالحسنات والسيئات ابتلاء وحن قن كرا أشياء الدنيا كان روح يارن الغوسي وبرواق الغوسي أولاد بإله الغوسي سبحانه وتعالى أهل بإله الغوسي سبحانه وتعالى مال بغوسي صحة عافمات بغوسي تمكين بغوسي أمن بعض هالشيء وهذا امتحان طال امتحان كمان مرن حلو فيرين هيا إن تكش جديد يعني كلام حالا فيرنا هيا واجب كإله إن تكجد تدي إن كله حالا فيرنا هيا وحيل وفري وقت قاص وكله والشكر على النعمة قف كان وقوم يمسو ما قوم ورغم امتحان هيا وأنا رغم تشرب سيدو كله عكس جهدي معنا وحويان رغم فقر رغم امتحان وأولادان رغم امتحان وإهلان رغم امتحان
وأمن الدرر لغو امتحان ونباتوين بضن يقول لعان ومعنى واحد يحضر رأي يقول لعان امتحان بذكم ترتاي اختبار ما هنين لغو نعبي هاي لكن اختبار كان كوبا سيدونتا مسلمات كل عدونتا أيضا ولغو امتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات. نبي عليه الصلاة والسلام موقف كمسلم كا يا أنت وكيف استاجه يا ونت قد دوناي أقول حيا روح مسلم كا مر ونب نبعك كتره وونا كتره وبرواقه يصدق وشكرنا هاي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يا مر نبعته كتره ونبعته هاي صدق نوع دونها نقط أو قصة هاي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أو فوت المامي عجبا لأمر المؤمن حياب لياب له وآذ قيم بضل روح مؤمنك أهنتي سي أمر كيس إن أمره كله خير أهنتي صرر وخير روح مؤمنك مر بخير بكسوغي سيدي بكسوغي هاي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له حديث أي معنى وحويان برواقهر ووحل غفر حوهر ووناك إلهي أوقل سبحانه وتعالى دونك وحويان وكل شكرين هيا خير بيوتان وإن أصابته ضراء لباتا كل عضي مشاكل باقى بصدي دونك ألقوا امتحانه امتحانه بضم باقل عي والصبر هيا فكان له خيرا خير بأيضا وآهان نبي عليه الصلاة والسلام أنت روح مؤمن وباهي لك وأنا موقف كان جاري دونه والروح مسلم كالغرب أشياء مركا ليسكو امتحانه ويفر بضانته وكواس أن شاكنا باكمي ظهور إن وناقين لغو امتحام إلهي وكسيو برواقان لغو امتحامه أما لغو امتحامه عكس جيضو معنى وحوين إن لباتي لباتي كسيو قارت أما إيه لكاسو قارت أما أولادك كا قارت أما معنى وحوين أبن الدرنه كا قارتين لغو امتحامه وحاسقوني لكن نصوص إن بضنو تلمانته وحيالها فتنة لغو تلمانه العمضة فتنة فتنة لغو تلمانه وفر بضن ويكم بطاهي أشراط ساعده يا علامات كذا علامات كاس قيبة بذن بليه هنا علوم ذي لا صدق قيود وقيبيان قاهم الله وقيبيان علامات اللي يروا أذو فربضنا وقت والمعلم والمن هاي يا علامات وين اللي سوى هيا ومرك يا إيمان نبي وشجع عليه سلامة السلام هدي مد كم بذا إيماته تي كلام معنا وحويا وكم حكتايو حواك ما ضمبيس وأنا وقت قادونك وقبل قبل ذي والله ما نهاي أنت مرك في طنطا وامتحانك كم بذا ابتلاءك كم بذا أهنا بحيالها آت شارك عقوين بضانو التلمامي أما تسالوين بضان نقسي أيان كمثالها مصوق عضانينا إيا صدا إيو صامينيس روح مسلم كا صامين تأكوية رميس وحاكم إذا فقنا جابينا كافطون الحديث كا فذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابك الجليل كا فذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا وحليه هاي حددك ويد النبي عليه الصلاة والسلام وحلو ويدين شر ودتك أدو ويدين شر خير كي هناك أنا قلنا واحد ويدين شر أي هذا يشر أدو ويدين شر النبي الشرطة مخافة أن تدركني حانا كعب سنة هاي نقول له عظم هذا يشر سووا إنه فرت كوي وكعب سنة هاي إني بعطيه الشرطة يفتن إيمانه يصح إني بعطيه صح بس النبي عليه الصلاة والسلام أنت سأل أدو ويدين شر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعض مذكور في صدر السؤال أنه عاس ويدين هاي نبي الله وله خير كان بناك يعني وناجان خير كان نب مقدم بيا الشر شرطا خير مقدم بيا سؤال بعض أنه عاس علي مرك حذيفة رضي الله عنه نبي قال أيام مقلى صلى الله عليه وسلم يقول سووا له تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا قلوب طايا وحا لو سو بندغ هيا وحيالا لو فتنين هيا كميدو لو امتحان هيا فتنتا لو سو بندغ فتنتا يا وسو بنبحي سو لو سو بندغ هيا سيده ديرينتا marka la sameeynaayo walaamaheeda la isugu xijiye cawdeedo midba mid kale loogu dhajiyo loogu xijiye aya qulubtiina sidaas oo kale fitanta ay soo qaabili waxa laga wada dhibaatooyin badan oo fitana ayaa ruux soo waajahay وقلبي يسوى جهي لقلبي وما يشكنه ليه الروح دي قلبي وكل انطف روح مرارك مجرد ولذلك أيوب قال الله إلهي سبحانه وتعالى إن بضوا روحه كنت المامين يهين أعمى القلوب ضد قلوب تمعناه كين للاين يهين فإنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إنه هو طبعاً أخوي أركان، لكن ماشي وحلاقة أركان هي ربطة هي وقيمها بالنيد بكين لا هنا قلبي. قلبي مركب ومال هدفه وخطر بضم هضوء إن دبيله خلاص أيتها روح أنا لشيس يدين تيس معنا. نبي مركب عليه قلوبتي وأروح الله صبنا جاه فتنتي. فأي قلب أشرب أي قلب أشربها نكت عليه نكتة سوداء. قلبي والباء وعبه وقابلة وفتنتي معناها أنبلاذة وإسامي كيارته لبيع مذوبة لصارة هي قلبي ومرايض وفتيمة هي لبيع بالصارة فتنت وكذا معناها وحويا قابلة وأقبلة متكلا لصارة سيدا سكوص عنها هي. وأي قلب أنكرها نكت عليه نكتة بيضاء. قلبي والبود ديدة وفتنتي ديدة واختبارك امتحانك سو وجهه كجد بنا وحال صار يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام لبيع عض ومعناه وحويان صافية وقلبي سوى أحمده أن جارسيني بإله سبحانه وتعالى وصار هي حتى تصير على قلبي على أبيض مثل صفا مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قف قلبي سمح الله بدون إنه نقض مذعط وصافية ورجع حسس بعد موديس أوح فتنة يكون يستاجها يوح اختباره معناه وعجبه جاره يوم نشرين وح فتنة أما مشكلة هالضمبو معناه وحاجة روح مركو مدور توه أنت معناه صداع هذا وفتن بدن كجد بو اختبارات بدن وكجد بو حويان درجة وحجاره يوح ضمبو فتنة يلدبين أنت وحينا وعليه الصلاة والسلام دونك وتشرو وصمية أرضاي تشفتو أين فتنة دم بلدبين وسوقت باختبارك بصلاة كوا قلبي وراه معناه وحوي فتنتي ديدي. والآخر أسود مثل كلنا مد مذوب ونقنا هيا فتنتي واسامة يسوي مذوب يسي ما لين بدي يحب كل عيسي ما لين بفتنة قبسنا يسي ما لين بامتحان بكسر دع هاي إلى وكم مذوب هذا قلبي يسوي مذوب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كم مثالي كالجوزي مجخيا دريجة أما الدكسية سيد أم ذوي هاي وكالي سوقوا لي بالأف جنبي ومعناه حويان لين يحقنا وخلاق شمالها اللي جنبي سيد أصفر نقنعي فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا هدو هالكا جارو أما هيركا سو جارو روحا وحويان واحد ضمور لقيس بهاي ملا واح معروف يا وناقن ما يقانو واح معناه وحويان خيرا ومقلا هايو وحي في سنة ضاصية معناه هوذي سوء بس وأقبل كرام معروف يمكر منا من كلا يقال قف كمرك قلبي يسوع أنت ونهيرك أجان بحلو بهاي هاي إنه كنت ذا قلبي يسوع صافي ونقلها ونظيف ونقلها وقلبي يسوع إلى أن لها وفي تنت وجود بلاها ووبد بادلها حرام ووبد بادها هينا الرحمن كل شيء قدونا هدي له سبحانه وتعالى ونجرنسيه وتلماه هاي مرك حديثك خطورة ضه أما خطرت آيات كوفرها بضن والروح مسلم كاه الدون كأنتو تشوقه أما اختبار هذا بضن وكل عهاية مد كم إذا آيات وخطر بضن الدنيا الآخرة دي سيقرن هلاقي كرت وآه انتو فتنت انتو أقبل وروحي إن الآخرة دي سيها لاكتو ومعروف يمنكر كالقرم وايو وماشا معنا وحاويان وكوها لاكسب والعياذ بالله وآهين مرك الروح مسلم كاه كوحا مباري كرته وكل ريحي كرته إنه يسلص على هذه الشيء وفي تنت معنا وحويان وكدكتون هذا وقلبي يسوك إلى عليه في تنت حياله لو كدكتون كرر النبي عليه الصلاة والسلام علاج كذا إن بضم بنبري وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بضم بقعد عليه الصلاة والسلام وحكم إذا روح إنه كف هذا حياله في تنت هي مواقع ذا هي ما راح يكين ما كرر ينو نحب الله بحرضه حديث صحيحين كسرن النبي عليه الصلاة والسلام حليه ستكون فتن فتن بعد عدونت فتن آذو فربضن بأيمان دونت القاعد فيها خير من القائم قفك كفر ليو أو ميل وكتشر أو كقبان هاي أو فرياء يا كخير بضن متك تاغن وسي فيرين هاي وقوك مونا قيب قادة لك مو تاغن اختربوا يا مركا إنك فتنتي أسوء قارت كم فرياء خير بضن بالنبي عليه الصلاة والسلام والقائم فيها خير من الساعي متك تاجن وحول لاماي وكخير بدني هاي ك
كان بحر ده يوم معنا وحويا سحر ضوبة هيو الربعين وقادوا بفتنتي قفل بمرك انتو قفك كلو قفك هي بكفي عين قفل بانتو فتنتا كسي فوقي هاي أي معنا كان كلا داما نوطي ما هي النبو عليه الصلاة والسلام مرك ان فتنت اللي قفو قادوا علي النبو عليه الصلاة والسلام روحي اوهن قلتاقة من تشرف لها تشرفته روحي اوهن قلتاقة قولوا قلت وصابحية أو يراه ذات في رسلة معناه كور دونتي أيضا معناه حويان أنت عايش وسو تاكتي ضفيسة وقاضي نيسة فتنت مرك مرك يجرتو مشي فتنة يتاقن أنت حلو به روح مسلم كا إنه كف قاضو أو نكقى قاضم أو لا فيه صغع عرو ومش كوبد بادلها وكو عرو حلا لو كوبد بادل هنا يقولنا براحة كم إذا أعماش صالح هذا يروح كسكو مشغولين وأعماش صالح هذا وكود دارس وقبد بادو فتنت وقبد بادو قيب بضم عن كود جاري الضانه روح مسلم كمواقفته وكقاضنا هي ابتلاقي اختبارك أي كم إذا روح مسلم كلو جبه هي إنه برنامج كنوع عاصة ومعناه وجبت بادية في طنط هذه اللي بعطاها صفرها بضم أروح أكون عاهية النبي عليه الصلاة والسلام نبري وحيارها ونوع معناه وحويان تيمية كم إذا ولكن روح في طنط يأمرها صفرها بضم يكون عاهية دروس أما معنى وحويان فوائد روحة في تنطان دعيسة أما مشاكشان دعهاية كتيرة ينبغ نوشيك عليه الصلاة والسلام معنى هذا وحويان في تنطان هي امتحانك هي اختبارك روحة لمرينة هي هي إن روحة لامتحامه ما روحة إن لقو عذابه هي حكمة ضاية كتيرة فربضان هي فوائد وإله سبحانه وتعالى وحا وجديه حكمتك ممر حكمة ضوحة لقيا وإنا نحن كقرنو نحن كقرنو إنا قرنو إنا لقيا ولكن وحبا ضمبان الوحا دي وحاكم إذا الروحة مسلم كاه امتحانك اختبارك مره هي كتيرتا المدى كهر روحة اختبارك مرك لمرين هاي لون مدوي لون مدوي ومدى إنو شاي وانا اكسن كتيرو او وناغي خير وقعنت كو هي او معناه وحويا نسوي حاله في عنك جيره او في عن وناغسن او توصل ابتلاء اختبار كو قبصدي امتحان ما هنه انه معناه وحويا حاله معصيه دب كو جيره او اسو معناه وحويا مركي هربا ابتليسنا او معصيه يا وحلا ميديه معناه وحويا وحا كو دخ جيره انه معناه وحويا اختبار كو قبصده او امتحان كو دعه لولا قيبض وكل دوانته من ظهره الروح عصوه معناه وحويان إله سبحانه وتعالى جدك سكوت وصون الدذاله هي امتحانك اختبارك وقبصنا هي والنعمة من الله عز وجل نعمة من الله عز وجل وإله سبحانه وتعالى دونك سوون معين هي وينو طريق الروح نعم عذاس يونا جد قاب كايتهاي سنة النبي عنا برتين بدنا كم يظهر ونرك دون هدي له يراد هذه لكن صوغ مع سيدي كتيرة ودباتي كتيرة ومرك ورب إله سبحانه وتعالى الطريق يسكن لحظة ونبكي اختبارك يوحي وقبصنا هاي روح أمومي كالدقنين أي أطها يوحى اللوبة هاي هاي وحى وكتيرة مركز وشنطة كالبخ ومعنا وحى ويان وكفه قادم محايا لحالتها ترى أي كتيرة والمضح إليه إذا كان العبد على طاعة الله أدونك أطو طاعة إله كسو قاية هاي ومرك ورب كتيرة فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله وحي ابتلاء يقدعه اختباره قبصه صغى مرك ورد تصنع ومحبة الله للعبد تعالي الله يضنك وتعالي هاي الدليل الطهيوان أركض وانا حديث بقصو عرفتي هذه لكن صغى معصية كتيرة أرنطا يقدع ذي إذا كان العبد على معصية الله فما يأتيه من ابتلاء فهو مما كسبت يداه وحي قدعه وابتلاء وامتحانه ووحق عميسه أي كسبته أرنتاس حينو يفتيمين إيسا آيات فربضان بإله سبحانه وتعالى وحو نوت المامي وحيد نكون لحو مصيبة ونبه يدين سوقارة ووحيد عميه نكون كسبتين وحويان أرنتا نوع عاسة أما الروح معنا وحيد مركي نبكي انتو كون لحو نحنك لذا المشكلة يكون لحيسا اختبار المرأة هي ماهن بالضرورة إنه إلا وإلا ويهي الروح معنا وحويان معاصي يدباتوين يسو ليم وحلقي يابا
أجر كيسي يقيمه مركه رولا هاي دذلك وسمين هي عباده وقطة صناع الله سبحانه وتعالى درجتي سوقسي رفعنا يقسي وينين هاي مدنا وحاب حويا المعصية ذي لبكي وكتشري يوحي وكتشري والله عقاب هاي وآياتك دروس معنا وحاولنا لقفة إذا سنة يوحى كم إذا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون شيء مركب كور وكتشري التقصير كي قابنتي ذنبك وكتشري إنه قصه قاب صدق أو قصه هرف أرنت مركب وحاويا أنت المامين وحاويا شيء الروح وقبنا هاي معنا شيء كلها هاي يا مصيبة لسه قد بنانيسة يا امتحانك كلها هي اختبارك فوائد أذ فربنا بكتشت دروس أذ فربنا بلاقي قاضنا هي دروس توحى ويا مركب كوبال حلو جانيس الطريق عن إنه يه الطريق ضد كونك سنة مرين أنبياء الإله ومرتي ضدك صالحين تها ومري ضدك كاقيمها بناء ومري طريق مركب هذه سدوا الطريق هر لو قاضيو كو بيري ميس عبسي إيه معنا غلط يروح دقنا إن شاء الله آن يين معنا وحويان ما يوطريق هر لو مري بل شرف بيفوتها طريق أنبياء أي مرين وصالحين تو أي مرين ودتك ونكسن أي مرين وكل بعض تغضي لنا كل بعض توتي شرف بيفوتها وانيك حديث كسوة المعاني دتك وقل بعض تضبضا أو امتحانك اختبار كو بذي هو دتك أنبياء ذي دتك ونكسن مرك الطريق وين ذو قهتين الطريق نوع عسيح وفائده فإذا الله بضوح ويان اختبارك امتحانك وحاول الدليل يهي روح إيمان كيس حديث كلفت سالة قفة إذي سنكرا نبي قلنا وحب الشيخ عليه الصلاة والسلام تذكر أبو معناها اللي بعتضى بضن أيهين أنبياء سيدة أبوك لإيمان بضن أيهين الله امتحان هيا مركوا الدليل امتحانك إيه اختبارك اللي قمرين هيا أذيك مؤمن هو ناكسل إن إيمان كاجي معنا الله اختباره هي أورسي معنا وحويان الخوين لسيه فه وأودي يمعناها مركه رد ذلك سمين يسي عبادة هذه درجات كلا إرادة إله سبحانه وتعالى وكو طلع سيه كوسي حكم إذا فوائدة ابتلاء اختبار كم شفت الروح مؤمن كائن لا امتحانه وعلامة تصنع يسح محبة إله سبحانه وتعالى أدونك وتشعليها أدون كان إنه إله جعله سبحانه وتعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حويان إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم إله سبحانه وتعالى هدو قوم جعلاضه وضده جعلاضه ووناك يخير معنا وحويان لا جعلاضه وامتحاما إله سبحانه وتعالى ومحبه إله سبحانه وتعالى دونك وجعله هاي امتحانك كل عاهي محايا لي سيدا حديث نو إيمان دونتا وفوائد قيبها كلا نو إيمان دونتا ذنب يسألوا رافعي هذه مركة لغو امتحام وأما أولاد لغو امتحام أما عذر لغو امتحام أما نباطة كلا لغو امتحام هاو قاضا من الشر إيا نباطة قرط لغو قليه وإن أدو أتد خير إيا وناك بدن إنو كوكوشنا خير كنا وسيد إله سبحانه وتعالى وقو دورته سيدا أدو أدو أتد الله على مر مركز السنة يسوي يضونك إلى الله جعله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه علماء الإسلام حيالات تفسير كآيات يكون تفسيرها محكم إذا روحه إله سبحانه وتعالى وما يسأل قلبك يسوها نونيا وحالا قوضا مصيبة مركز يكون عضو قربك وسوقاره أي قرى للنقضاء كد من قلبك يسأل إله وناقي خير كوها نونيا وكتو سيا انشرح بالله سين سدريا وقلبي بسود دينت إلهي وشرح معناه وحويان شرح لهم وقلت معناه وحويان وشعلاه وقلت وصناه وناقه كقاضه وصيبه مركب روحه كل عضه أرهنت معناه وحويان لقرهبه أما درجة الرهبين وقاره وحويان إنه التوصناني وناقه كقاضه محي إلي وعلامة السنة يسعدون كأن إلهي سبحانه وتعالى وشعليها وعلامة لبعض السنة يسعدون أضونك إلهي سبحانه وتعالى خير لضوني والنبي عليه الصلاة والسلام حديثي صوحة كم إذا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أضنك إله سبحانه وتعالى خير مركو لضوانا ووناقو إله لضوانا سبحانه وتعالى عقوبة أدنك الله بسود الدجياء عقوبة أدنك الله بسود الدجياء الله مريه خير يوناق بقلب الدنيا هذا حديث قيبت صدما يتلماميس لكن أضنك إن أدنك الله عقابة وعقابتي سأدنك وكهره خير يوناق بقلب
حديث النبي وحكم عليه الصلاة والسلام مركو حدود الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أضوام هذا الحدود اللي قوه فين هاي أم حد الزنا ده النقطة أم حد السرقة ده النقطة أم حدود كلاوح نوع الدول هالنقطة أي نبي كهذا الصحابة وقوه شاقي كاس وحي الروحي أصيبة وإذا كمده هو معناه وحوايا نقول على شيء وحس كمده وأدون كالروحي قابل لقوه فيه معنى حد كيبا لمريه حيوطه كفارية دمدا روحي أن لوحي قابلنا أدونك أن لوغو قوينا أمر كيسي الله بويا الله سبحانه وتعالى وأدو دونا روحي قابل مالة قيامة أدو دونا روحي عفل حمر كان كونا روح مسلم كا امتحان كلا امتحامة هيا يبتلاقه أدونك كومر هيا لبك أدونك كسو قارة هيا وحيوطه هيا وعلامة السنة يسئل الله خير يا وناك كرة دوني حديث آخر كسنبه عليه الصلاة والسلام وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه إلهي الشر مركو أدونك للدون وخير يوناك أن للدون ذنبك صورتن بعد بلادك وحانو صمينا هاي إفساد كيسي لب كيسي وحرنا دونك أحوال الله وقبنا هاي ولذلك هذا ركتال ذاتك الجباب رضا وإلهي سبحانه وتعالى حدودي سجد بي وأدوم هذا متسلطين تكار وصل لذي حويا مستعف ما القبا سكل لذي هاي مال بوهيستا أيضا بوهيستا ود بلي هاي تصب خط من هاي ترى ولو كادين هاي ما تعال ما تعال هاي بقى مايا بحيس يوم بعد تبلا دقي بعد التقيامة الله خلاه بحيس يوم ربع الله المريض شرب إلى الله دون سبحانه وتعالى حديث كمرك عن كقاضي نحو حتى يوفى به يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام شرط سوى الله تبلغ قضاء الله مريا إلى لو في أيضا لما يستر المال أنت قيام الله حديثك مرفوع عن كقاضي لنا لبعض الضوء كمؤمن كأمر هي دون كمر هي امتحانات كقرعة هي ابتلاءات كقفصان هي ضيعة في ما ظهر نقطة يعذر كقرعة هذه النقطة قاعد شيء لبعضين قفصان هذه النقطة اللي به الكسية سجسوا قاري نوع الدون هالنقطة وأنا جلاه سبحانه وتعالى كل الضاني أصبر أو أتكيسه وحكم إذا والنبي عليه الصلاة والسلام نوات المامي وفوائد كتشرت اختبار كي امتحان كيف روح مسلم كالمرين هاي إن إتهي كفارة للذنوب ذنوب إله سبحانه وتعالى كل رافع الله عز وجل الذنوب تأضونك أي كل رافع أضونك مركو إله سبحانه وتعالى أصبره ونبك كل عاي أصبره إله سبحانه وتعالى كل رافع الذنوب تيسي حديث النبي عليه المامي عليه الصلاة والسلام ولم يستلمام عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته حتى تحط عنه كما تحط الشجرة كما تحط ورق الشجرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث اتفق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام بخاري مسلم بيسوس صار والنبي وقت المام هي أعطوه كم يحقرعة ومصيبة نوع دونها نقطة وحول بو مصيبة وقرع روح وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مثال بكبح وحي القضح وحي كسر رين قضح صوم سهلا وقضح يروك من دوز كبح صي يوحي كسر رين ما لها حد انت يدون هلا يكاط وحير وقول عن الله كذب وين ان انت دوني هجار وحول بو ومسلم قرع ونباتا وحيوت هاي النبي عليه الصلاة والسلام دم داف دمداف لقطة طبعا سيدي وكل وين تابع دمداف وكسك البدين وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلام قلت المامي روح حتى مروك تقول عايز روح وحس وقارة دي دال نقطة دي مروك نقطة دي معناه وحوين يبقى استوى سوقارة حتى الشوكة يشاك بها حتى قضى حدا مذيسة ولقوم مذهي وحيو تابع النبي عليه الصلاة والسلام كفارية دمداف لقطة القصون نعمة ما إله سبحانه وتعالى وقوله إن وحي قوله هي نبكى وسو جاره يقرن إلهي وقوله دم بلاه سبحانه وتعالى ودم بجاهر القول عفوا إحنا بقتنا عليه الصلاة والسلام دم بلاه كاس جيدها على أن طلع على أن توي كذا طان على أن تصير وضع ضن سمر روح كده سيح الطاف وضع ضط معنا وحي على أن طلنا لا عيش على أن تصير جيدها وضع ضط كلا يدم بيسلوه منها يوقد ضن هاي حكم قاري
ku gaaray masaa'ibta ku dhacaysa iyo imtixaanada adduunka soo marahay iyo dhibaatooyinka adduunka uu kula kulmahayo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dambi dhaafay. Marka waa nicma ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala uu garansiiyo sabarkeedana uu siiyo, maaha macnaha marka sida la leeyahay ruuxu inuu ibtilaaga ilaahay weydiisto, laakiin markay ku qabsato waa inaad ogaatid nimcada ku jirta, waa inaad sabirkeeda leedahay. Waxyaalaha nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo loo baahan yahay waxaa ka mid a, waana mowqifkan ku gaaraynaay inuu ruuxu shayga raalli ku yahay oo ajarkan faraha badan iyo dembi dhaafkan iyo maxabada ilaahi subxaana wa tacaala inaad ku gaartid iyo calaamad tusinaysa in ilaahay khayr kula doonay, waxyaalahan oo dhan waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu ridaa iyo sabir ku qaabilo waxyaalaha ku dhacay oo uu ku sabro ku adkaysto. Waxaa weeyaan marka maanta ibtilaaga iyo imtixaanka iyo ikhtibaarka iyo dhibka qof walba wuxuu ka sheeganahay, qof walba meel baa u daran, qof walba intaasoo dhibaayo macnaha waxa weeyaan tirsanahay. Waa inaan ku darsanoon ogaano dhibaatooyinka faraha badan inay wanaag badan u noogu jiro oo khayr badan u noogu jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna nagu dayicin oo aynan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala uuna nacay. Waa inaadan noqon sida kuwa qur-aanka ilaahay ku tilmaamay insaanka, insaanka qur-aanka inta badan waxaa laga cabiraa kaafirka ama gaalka. Fama alinsaanu idaa ma ibtalaahu rabbuhu fa akramahu wa nacamahu fayaquulu rabbii akraman wama idaa ma ibtalaahu faqadara calayhi rizqa fayaquulu rabbii ahaana. Sidaasoo kale inaadan noqon weyn ilaahay noo tilmaamay insaanka caadiisa waxaa ka mid a inta badan waxay ku dhacaysaa dadka gaalada, waxaa ka mid a haddii loo nimceeyo oo wanaag loo galo oo khayr uu helo oo loo barwaaqeeyo wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa i karaameeyey, wanaag buu kale wuu i karaameeyey wuu ku faanahayaa. Laakiin markii in yar la taabto oo la imtixaamo oo xoogaa risqa cariiri uu ka galo oo dhib yar uu kusoo gaaro wuxuu leeyahay waa la ihaanaystay. Yaad ka sheeganaysaa marka, yaadse u sheegan u dacwoon ilaahay waa ihaanaystay, wuu argagaxhaya, jazac baa ku dhacahaya, wuu sheega wuxuu bilaabahayaa inuu macnaha waxa weeyaan uu sheegto macnaha waxa weyaan calaacalo maya. Ruuxa muslimkaa sidaa maaha mowqifkiisa, mowqifkiisu waa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo ishaarnay uu ku tilmaamo. Waxaa loo baahanya marka ibtilaaga iyo imtixaanka iyo ikhtibaarka kugu dhacahaya inaad u ogaatid ama u dareentid inay tahay nicam ilaahay kuu galay subxaana wa tacaala iyo wanaag ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala iyo khayr ilaahay kula doonay subxaana wa tacaala, waxaad markaa gaaraysaa ruuxa muslimka uu gaarahayaa inuu wanaaggaas iyo khayrkaas ka faa'iidaysto oo ajar iyo wanaag u ka raadiyo. Waxyaalaha ruuxa muslimka loo baahan yahay inuu ogaado waxaa ka mid a fawaaiddaas oo dhan horta waa fawaaidda laga helayo ama ruuxa muslimka uu ka helaayo imtixaanada ku dhacahaya iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka adduunkan ku qabsanahay. Hadduu ilaahay ugu sabro subxaana wa tacaala oo ilaahay waafajiyo inuu sabro. Hal kalena waa inaan ogaano adduunka sidiisaba imtixaankiisa iyo ibtilaaga iyo waxa kusoo gaarahaya waa un waqti yaroo kooban, waqtigaa yar baa lagu kala baxaya oo dadka lagu kala saar macnaha waxa weyaan marahaya oo kii wanaagsanaa iyo kii xumaa lagu kala saarahaya. Waqtigaa yar waxaa loo baahan yahay inaadan dhicin oodan imtixaanka ku dhicin oo musiibadii iyo dhibkii ku qabsado ee wax yar u baahnayd inaad adkaysatid, ayna macnaha waxa weeyaan intaad gaftid meel daran iyo dhib aadan macnaha waxa weeyaan hor le aadan raadsan. Ashajaacatu sabru saaca, musiibada kugu dhacaysa ambiyada ilaahay ku dhacday sidaan soo sheegnay, dadkii saalixiintaabay ku dhacday, dhibkii soo gaari jiray iyo dhibaatadii soo mari jirtay iyo aad og tahay, waxaad og tahay fawaa'idda aad ka helaysid iyo inta fadl iyo wanaag iyo ajar aad ka helaysid waxay intaaba kugu hambaaraysaa inaad ku sabirtid. Waxaa intaa dheer adduunyada dhanba inay tahay wax yaroo kooban. Alimaamu Shaafici ayaa waxaa ka mid a waxyaalu dhihi jiray, yaa nafsu maa huwa ilaa sabru ayaam kaanna muddataha adqaafu axlaam. Naftu markay xoogaa dhib ay la kulanto, xoogaa dhibaata soo gaarto, macnaha uga cabsada in dacf iyo wax la mid ay macnaha waxa weyaan dareento uu sabrin jiray, wuxuu dhihi jiray naftiiyey
إنما هي أيام مال مير أوي حير ويحقوها رأي صبر أتكيسو مدد رن ورب كان يوحنا معنا فقول عيام حويان أضغاث أحلام مدتها أضغاث أحلام أضغاث أحلام حويان روحه حيالها رياضة أقولي ما نفط سي أنسيسا وسوينين ومعنا حويان حقا دير الله كل رياض وحير آذو يرى قابن وي حير مدد الدنيا رنباء مدد آذو قابن حكم إذا وصية وصية الله مذا معنا وحيان أرين تاسو كلا جواب هذا ليه شري إمام أحمد رحمه الله أوحد ليه شري إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل ليه شري واحد رم وحويان والروح معنا وحيان مال ما يروح أنت أو عني إن يروح كلو كل حكتي وحيان ما أذكر ما ذي لباس رب وحرتي بري وحرتي بري دم وابا رماتي معنا خلاص دون كي وابا يعني ما ذو جب جباء واحد رم وابا مال ما يروح كوبن معنا تادي رجل وحوين روح مسلم كاف إنه وقاعد إحنا ذا قبصنا يس يمتحان كل عهاي يعني بك دون كولا كل ما هي إنه يعني تروح يروح كوبن وكوجد بهاي هدي لكن جزع كورعة وارجع كورعة ونبكي يروح كورعة وذوق خلاص ومحان كورعة هذا مشاكل سوفرتي ودي كاري بلاي معنا وحاجة اسكو كعسد مايا روح مسلم كادات هاي حلو بها هي نبكى كود عاي مصايب تنفرها بدن كود عاي سخير يوناك بدن بكتر يا صبر وحير وحير دول قاضي وانا كود بي بإذن الله الكريم روح مسلم كاف حلو بها هي هذه الشيء من الرميسية عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر يا وحن كود عايين يا وحي الله سبحانه وتعالى وقدره الإمام أحمد وهذا الكاسلة حد قرن يسان ديبك وصومري يا امتحان كي صومري يا انت ديب لو جيستي خاصة مثل هذا عنك ومعتزل هذا مركي خلق القرآن فتنة هذا يصاب حضي القرآن كو مخلوق إمام أحمد حقا يمذي دي دار انت أسئاد وينكرتي وصيحة وقهر تمي والله حري والله تردلي ولا دباتي وحول بال مري امامك وحل مرسين واي انه هذا الكلمه ذا كفر قا كدواق اي ما بدن با جوقته علم ما بدن با جوقته waxay isku dayeen inay iska xeeladeystaan macnaa waxa weyn tawriya isticmaalaan waa u banaantay laakiin imam ahmed uu qad kaysay waana mid uu ku caan baxay loogu macnaa waxa weyn laqabka uu ku helay imam ahli sunna inuu yahay imam ahli sunna inuu yahay xeelaha taraifta وإمام كلبتي سمعنا وحن لجوري واحد كم إذا معلم ما كم إذا مركي حبسي قال له وذي أدي له شردي حبسي اللي جينا هاي وأروح حبسي واللي قالي حبسي مركي قال له وأروح أنا قلت قلي منين توك أو حرام قال سيما ما إحنا نياتها إمام محبي أنا قلت توقني ما نواصل حرام أنا الصبر إنه وأنا سبرت وحي وسيدي سأل في أنفع الله معنا هذا الكلمة ذا كلمة حق ماذا سيدة ضوء روح المسلم كالضال الذي سوي ما شو كهر وين قاط كلمة الإمام في رئاد بيان فعل حي علي روح عن حريتان كمعنا ما شو الجود ترى صومها صنوا حرين كنا وحرين لكن كنا مبدأ وحرين هاي يعقيدية الدين يدفاعي كنا وحي رب بسيط هو بس كمعنا وحي النفل هاي وحرين هاي هذنا نبكي وكود ترى هذو مرك كان صبر هاي سو كجماعة أوليسنا إنه إمامك صبر ها سك جهبون وكجماعة أوليسنا تابع حنا بريسة مسألة مهمة وأح روح مسلم كاف وعقيدة ذلة وهدف كله ودين توح حبارسنا ودعوة ضبط وداعية إنه مبدئ سكوا ذي هاي وقصة فرح يمكن استبه وقارب معايا لي أهل باطل كيف صبر هاي واحد قصة برهيان باطل كأيوتين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال ضوا صبر هيا نبى كل عهية مشاكل بقول عهية ومعنا وحنا نمشي هذا سوق جاريس أو على سوق جارهي وحنا وصلنا يصير ذو حنا وصلنا يصير مبدأ وطنا وباطل أنت أصلي من عمر هيا فما بالك أذق صاحب الحق والدين ودعوة إلى درت معنا وحنا لقاء الجرسين هيا ومصيبة نبى سوق جارهي أجري وناقوك وجره إن السبل ويدي وذات كيسم ويدي ومحنا ذي يرى قوله عذاب هلا عيار جيجا حقوله مايا
ما هو الدور كله جالس بهاي متك معنا وحيلا ولا ريال مهم كاو حكم إذا الروح مسلم كا لو جب هاي وقت قفتنتي اللي بعطوا مرك كود عضو ومرك كوباد إنه الصبر يأتكيسي شو أو أنصوي شعر مقيبة كم إذا آيات القرآن كم كان دب يقول الله إله سبحانه وتعالى مرك الشيء يبحان المكون امتحام إنه وحيلا بضان وأنواع الله يسكون امتحام ونوعي الله يسكون امتحام وكم إتهاي أولادي والله قال مستقامي مثلا أما كان أنت ربك لك أقدر دعو أذق وحنون كود عن قاتشذي أولادي أمن الدردي دباتوين كفرها بضل مركو صوشة قال الله سبحانه وتعالى وبيني وبشر الصابرين وبشر الصابرين حظوا بشارة إساء أنت صوري ومركي قفك كود عايز قفك الصبر وقتك إساء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صابرين يا لله يا صبرا وقوة مصيبة مركة كل عظم إلهي سلي سبحانه وتعالى عليه مصيبة إلهي حق بيكتمد إلهي بأن الله سبحانه وتعالى حق صنون قنينا ونحن نقول إلهي بأنه قدر سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون أبا المركة وضمحون نغضي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كواس حليهم بلاي الله سبحانه وتعالى صلوات صلوات صح حق بدل أو تفسير كيضف يعني اللي يرى هذا وحليهم أمان إله سبحانه وتعالى حريصنا الرب فصل معين حريص هو يكضم بيساطة غير تضم بها شيكتك إلا كردوه اللي يرى هذا التنور روحة وين الصلوات أمان بيليه إله إنه أمان سبحانه وتعالى عند الملأ الأعلى وحليهن حريص إلهي هو حريص سبحانه وتعالى وحليهن هنون يوناك إن إله السيئة سبحانه وتعالى أولئك هم المهتدون أنت من حقها لن الصبر على البلاء الصبر على البلاء شيء قد يبكو قول عين امتحانك قبصدي يبكو كسوق قارين هذا الصبرتي وذو أتكيستي وذو نرققحن وجزع ومكوود عين واتقرني سنبق عليه الصلاة والسلام صحابي اسمه لنبقى ماذا مركي دب بدن قاري وأذو دباتي وإن بدن الله عذادي بالنبي قوي ماذا عليه الصلاة والسلام نبي الله مياذن الله نبري ألا تدعو لنا ألا تنتصر لنا حيث نبي دعوه سوى مستجاب لب كان صحابة سياء صغي هايستة هدو معناه إلهي بريو والله قاضي كرا لكن لب كان بابا مقصودة با. والله قلت لقائين معناه وحاوية إن بدن الله قوك لصار النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أهنك سوتام يلو رما يستري لكن أنكم أدقدقيسان ولكنكم تستعجلون وأدقدقيسان أدقدقيس كداي معناها الصبر أدقيس تصار مصر قاتل النبي عليه الصلاة والسلام حيري ومذيذ كهري وحد شري شري انتي قفك الله كيانا ننك الله كيانا ومن شارط مدح يصلى صار والله وقم بلغان ديقو إن معنا وحاويان هدنا البر شان الله وكلاء معناه تركي سي هيركي سي معناه جلدي سلحي الصلاة وشان لا يب ومع ذلك الدين تيسونا كلاء دين تيسونا سمرنا كلاء مرك الصبر أتكيس مصيبة مرك نوع عدونا هن قطع الصبر بأوبه أنتاي ينو روح مسلم كاه ينو الصبر أكو أتكيس طمعنا حبوا أنتاي الرضا بالقدر القدر أما الإيمان بالقدر واحد قرن سينو يهركني أركان الإيمان ككمدة وإيمان كروحه ونسينه بهجاجين أمره السحين إلى الله جهله الإيمان بالقضاء والقدر أضوب بحيوه مثل أحد ذهبا لكنه صلى الله سبحانه وتعالى قضيه سي قدرتي سور الرومين أحد شر ملها إنه مر روح مسلم كأوجاد الله عن كل عين يدب كان سوء جاري إن إله قدر سبحانه وتعالى خير يوناجن وشره كره للنقض إنه كره للنقض حديث النبي عليه الصلاة والسلام كله هاي روح مسلم كه مركي مصيبة معناه وحوي الله سبحانه وتعالى بخير رضى المصيبة يعطي وحوال أمريا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط لبا الأمريسين هيا أفكي رالي هو النقضة رالي أهن شيء له يقول إله سبحانه وتعالى إن له كرها للنقضة هدو عراضه ومعناه وحوي أمريا تشحشحه ولما نضى قراعه وعرض يسكشوا وهو يباع يمير هذا ويا ويلاه وكل واقع يا ثبورا حوسوا كرنهي عرض إلى يوم بكر صدق وحكى لمهري
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قفك عراض قضيه قدرتي كل عين معنا وحوانا السبر وآيات كيسان وآيات عراء لنبوها لا يوحك لمهن. ولذلك وحا الاسكن هاي وحيالها طعن الشاقنا لهم الاسكن هاي السيبال مركة كل عضا روحا مسلم كا حلو جدين ويله الله إنا لله وإنا لراجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها إنو سيدان يله هذا لو جدين وحونا هاي نبو عليه الصلاة والسلام إن ركي لتشحشحه إن دم النظر لقراعه إن معنا وحاوية دعوة الجاهلية لغل واقع وكوها أنت أن شيء إنه وكلا إن تبور ريب مكبر النقض النبو عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة دمرك معنا قوة القيلية الرواقة مرك مصيبة كل عضو نركي وضع شاح شاح معنا وحاوية نباتوين كله كقع مكبر النقض الله بأقل. كل ذلك هو محي الرضا بالقدر حل دون هيا القرآن لكل نقض قضاه قدرت إليه سبحانه وتعالى وفات شعليت بذوي ذو الانطي حوليه باكا معنا وحاوية هلاك سمي سيبك لا قبول عضي حنون باقول عيب لبك لا قبصدي. الرضا بالقدر وأمر لا بد منه حيالها روح مسلم كمصائبتي لباتوينك امتحانك قبصنها يكفى إذا يوحى كم إذا التوبة إلى الله عز وجل توبة إنه توبتك ما أنت عن قوة نقاط إنه إلهي أول نقضه ولا برارجنها روح مسلم وسلمامها غفلة كل عكرته هلمان با كل عكرة حقا با وحسكها نقوم كران مركي حقا لغول بيشا مركي لقبته حلو بها ينس حصوصته وقادة ميشا حقا إماده وقادة ميشا معنا وحاويان أرنتو أي كسعود وأي تهيين معنا وحاويان السقو الله أبطو إلهي الله أبطو كل حرنا هذا سبحانه وتعالى على أيد وانك سواشا قنيب حيب كل عهي هذه اللفتة قيمة كل هذا الصواب قيمة معنا كطاي إنه مركو حاويان لابط حتى المام هي آيات لي أنصار شاقني وبلوناهم بالحسنات والسيئات آخر كذا محليري لعلهم يرجعون وفائدة كل شرطة مصيبة يعنيبك كل عهية إنا ذي الله أولا بك سبحانه وتعالى وذي الله أنت وبدك أنت حيالة لا عهية يا مصايفة لا عهية اختبار هذا امتحانك بضانا فراها بضانا رمرا هينا ذنوب بها صواب وأصل كذا وحيالة لغو رفعينا والتوبة ينقش إله سبحانه وتعالى نور مقضى وأهم مركب مهمة والدرس أن كفى إذا سنة إنها مصيبة هي امتحانك هي لبك الروح كل عهية إنه كفى إذا استطوبة كان هي النقشة وإله سبحانه وتعالى أقول نقضى أقول الله أبطر حكم إذا لو بهي هي أو موقف كمسلم ككم إذا إنه استاقف امتحان الضوء قبصده ونبو قبصده الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل الضوء باطهي مسكين باطهي فقير باطهي الله سبحانه وتعالى هو غني ومتك أود له ومتك أمورته كعنت سكنترته ومتك معنا وحي مالك الملك عدو ضانا سقع الزاية عدو ضانا سقع الدلية عدو ضانا سقع فقرك معنا وحيان كرده عدو ضانا سقع أغنياء كرده أمورته بيد الله بكتره ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له قل اللهم مالك الملك وحلو بها يا مكروح مركز لأوقيها إنه إلهي سبيله إنه إلهي بريه إنه قعمه أهر صده إنه التضرعه إنه سبهم به إنه باهدي سأم وفجيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقراء إلهي أباهم بانه سبحانه وتعالى إنه إلهي بريده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الشاقي وحي سود نبا يوحان إمام بينا ينفعه دعاء الروح المسلم كو إلهي بريه سبحانه وتعالى صدح منهم بين قرن إن الله سبحانه وتعالى وحي أذوي ديستي وكسير نبا إلهي أذوي ديستين وكاقاض أولاد بأذوي ديستين وإلهي كسير محاك إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى خير بعد كبر إذا إنه كسير وصيص يأذوي الشيء وامد ديسك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما هنا إن وحي الغسين لكن وح كذرا ونبكى أن يوحنا هذا كعبنا يسكوي إن الله كعلي سبحانه وتعالى والله قاعد أعرف أي شيء موسى السعودي نبكى كل علاية وين الله كعلي سبحانه وتعالى وكعد دفاع الله وضي منه هذين النقلة ما لنا ضغط باهي بدن طاي
إن إلهي دب وقول لي ذخرا يكون نقطية كيد ضمبا أقول بحستيد ما أنت قيامة أطباء أباهي بلنطاي معناه يا ذوحة وين دعاء مرنك مخساريس حلو بهاي مرك روح مسلم كان ابتلاء مرك مرهاي امتحان دب كل دعي مشكلة كل دعي نوع الدنيا هالنقطات إنه إلهي يسدي وق أو قعمه أوها الصلاة أو بريدي صوب بضيه أو إلهي أو كحر ناله حيا سجى دبك كيانا سجى نقاذك كون كان روح إلهي قدرين كما دعه وإلهي قدره وباك دعه وإلهي كسينا عدك ورستاك كرت المجرد عقيدة داس وإن الروح مسلم كاه قلبي سيكون انتهي بريد إلهي إن قلبي سيكون انتهي نبقى روح كصارة عليه الصلاة والسلام روح دتك وعجزا وعجز بضوح ويا من عجز عن الدعاء دعاء روح كرواي وبريد إلهي كرواي أو إنه وحوي دستور إبكا يستو إلهي سبحانه وتعالى أمه كعمه أهر صدكري واي وأعجز الناس تدقى قفك وعاجز بغنا أقول لي تو حلو بها يا مركة لباتوذ مركة العظيم وربك وقود عام ومشاكش ويقود عام وحيالها أمهم سموحة ويان إلى إلهي كعانت أهر ستي وذي إلهي بريدي وذي إلهي بابكي سقر عجل بابكي ساد قر عجل وهذه الشيء المعنى وحوي الدعاء لا تكون على السيد أذاب تهدي يوم حمكو يرح الله شروط تهدي إلى لنهاي أحد لوقاتها مركا الدعاء سنة يسد إلهي بري يسد أحبضن بألو بهاي الله غافلة ويسك الله وقوي وحاد كهد يسي وحا معنا وحاويان اسك المقا الله مبهن إلى الدعاء سد أوقات مهمة هو إنا تكود داش اللو بهاي أجرأ وحيالا موانعه الدعاء هذا من عينك ارتاجتين هذا سكيل على سبب له بهاي هاي وهذا هو هذا إلهي بريديد لقيا بين الله قابله وتقرن إذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنك إلهي بري هاي مسافر وهاي وبساسين هاي وبوريسين هاي لبعضهم باهستا إلهي ببري هاي اسمه دي سواء أقسم بكبر هاي يا ربي بولي هاي لكن لقى ما أقبله هو حاصله هو لقى ما أقبله لماذا لما يقول الشيخ عليه الصلاة والسلام سببك أما مانع ودي ذي الله أقبل أسباب تقولي من أسباب بضم قولي من الدعاء الله أقبله هاي القفك مسافرك دعاء سواء الله أقبله قفك مركب لباتي سنة هاي ونبك لباتضع يكون معنا هو انتهى دعاء سواء الله أقبله توصلك إلهي أسماء دي سنرغو التوصل دعاء الله أقبله لكن الصيغة حوال لك ما أقبله لنك دعاء سنة مسافرك حوال لك ما أقبله لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحو عني وحرام وحو عبه وحرام لبس كيس وحرام وحو قوم عنا وحو ينقصه عن قريب ينقصه كري وحرام سيدي اللوغة أجيب النبي عليه الصلاة والسلام ياق لما أجيبها حلقة وضع دعاء إله مركة بريه سيد أسباب دينه كد ذلك موانع دينه كفهو وحياله دعاء كان معناها من عنكر إن لقى أقبله من عنكر ودي ذكره وين أتكفوا قاتي حلو بها هي راح مسلم كان مهمة اختيضا امتحانته يكون عام أو مصائبته يكون عظام أو لا امتحان أو ربو سوقار نوع دونها المغضرب حلو بها هي أن يلزم على ذكر الله ذكر إله إنه لازمه حصيد إله إنه لازمه عرف كيسينو الذكري ومعناه حويان قبط سيو مروا البالوبة هيا لكن مركا وضقبه بلانت وحيالها بلا آدم كنبكو قيستا وشياطين الإنس والجن انتبع وحنا بقلنا دينة إلهي نبرت الشرع إلهي ونبري كتاب يصنوا وحيال الله وحي سحتاكرت ووحي لها التعوذات وأذكار باكرت روح مسلم كأنه اسكو إلى ليه حيا الله سببعي وذكر إلهه اللازمه وهذه الشيء حسد إلهه وبضيه وعرف كيس ذكر إلهه وكقوي ناده سيد النبي عليه الصلاة والسلام بودر دارمي وين بضم نودر دارمي أي ماذا تدارك هذا السلاح سيهيضه هذا الآن هذا كان هو ريوس الشاقي أي قيب حاها حتى المام هي أما علماء التمام هيين أدونك إلهي مركو طاعة سوى كتر لامتحامها يا خير يا وناك بالله الضونة أدون معصية يا حمانة سوى كتر لامتحامنا هدي واحد الله امتحامها يا قيب وحاكاة نبكى من كتر يا معصية لان بصوف وقت وحيا لها ترضان كاه العلم قاية الشيء مركو هذا الكاس لفتي سقيب كاه وحوها فعليك تلاوة القرآن
والصلاة والسلام على خير الأناب والنفل من الصيام. فحد كد ذا شاه إن القرآن كتلاوه سبنسي حد كد ذا شاه إن صلي النبي بديس عليه الصلاة والسلام. فحد كد ذا شاه إن بديس النفل من الصيام سنة الصيام كإن بديس ومعناه وحويان هذه الجروح وبضي النفل جي صانك حلو شيء إذا روح مسلم كا إنه هذه الشيء لازمه ذكر إلهي أنسي إنه كان كتير وهل ذكر إلهي وهل كيسي أنسي كيس واحد يقول لي كرم ياش عملها ياش كيس واحد يقول لي كرم لها هدول ذكر إلهي قف كل لازمه تلاوة كتاب الله هو لازمه سنة ذو لازمه أذكار آخرين تذو لازمه إلهي سبحانه وتعالى وممتي سي معنا وحويان مشاكش سنة وكافن خير يونا قررنا ووفري حلو بها يملك عموما ولا ليال الدون كان ولقوا امتحامين إلا امتحان هذا وسنة كونية من سنن الله عز وجل امتحان كان لإسمارين هينا فوائد بها كنشرتي حكمة إله سبحانه وتعالى وضوني أنك المؤمنين تنا مسلمين تنا وحار نوغوشر الدروس آذف ربضان وانكفى إلي سنة إني أنكفى إلي سنة ونقانو إن خير يا وناب إنه بتشر امتحان كاس هدي عن قصة بيرم موقف كان أنا لكدونا هي الروح مسلم كارا جرب وأنا وينه النقض إنه لازم الطريق الشرعي قا هي امتحانك مرفوع رعه قاب ولا تعامل هاي هدي عن نقطة صبرك هدي عن نقطة رضيه إنه كرة على النقض وح كل عين هدي عن نقطة الإيمان بقضاء الله وقدره إنه فمية وح كل عين يه وح قدرا هدي إنه قطع وحه وسكو إلى أن لها يتحصن وكان معنا وحويان وكان لها وحو إله سبحانه وتعالى وكل دور لها أذكارتي يتلاوة القرآن كأي وناك وكد ذالي لها حلو بها هي هاي إن روح مسلم كأوقي هاي وحيا لها بدبالي سوية كجرت في تنطة كارها المركة يجرت ولبعطة في تنطة أي بضانطة هاي حيا لها مهم كأولو بها هي وحا كمدة روح مسلم كأينه دورته جليس صالح حي الروح وناكسن وقضين حي الروح وناكسن مركز هلماتو كبرار وشرهاي ومركز حقاق الله عن تيو كتوسين هاي وخيري وناك ديات كنشرت وكوكا المين هاي وحمانة ديات كنشرت وكاوانين هاي روح كلام معنا وحويان حنة حلقي يا الله إنو نبكي وكسوك ونغض ونريحه إنو أذيق معنا وحويان طريقك وقفسي وانا قرن إنسان نبقى عليه الصلاة والسلام قيمها وكشها جاي جليسك وناكسن يجليسك حم ونبقى مثال كوذكر جاي كحامل المسك ونافخ الكير روح مسك وتوحد قوم وطن يروح بوفين معناه كشقين هاي ما انطلع بوفين هاي ضف كاسي يبرها سي هرك أو كشقين هاي كان مسك جوطة إنه بكسية بلاش كوسية مقابل الآن إنه كايب سد ومعنا بحوي أنا عطر كي وناجي بعد كلام ريكتي إن ما هي مرق بنان كيس أمر هاي وذي كيس سوجارو وحساس لم يظهر روحه وناكسن جليسك صالحة صاحبك وناكسن معايا لي إنه كلمك وانفع وناك وشاق فمان كار هيبا إلهي وحسوسي سبحانه وتعالى مروا بفايدة القبطة كانك لصوماها نركا بقبهاية دين تاذو قبهاية أخلاق تاذو قبهاية في تنتي بصواب قبول نقنهاية إبا تذي أتكون جرتين بقبوسي كرينهاية حلو باهي مكن روح مسلم كاد دين تي سينو ونقوق خمارين نبي عليه الصلاة والسلام في التلمام الروح وحن قنها يا على مر على دين خليله روح صاحب كيس يضغن كيسي دين تسون بولا ناعن قن فلينظر أحدكم من يخالي هكفر صدر روح وقفك صاحبك لقنا هاي جليسك صالح ومهم الإمام الخطاب أو حلي هاي لا تخالل إلا من رضيت دينه صاحبك كرقان وهلا صاحب إلا إذا دين تسرالك النقطة كوكر صنتي موياني وأمانته أمانة يسئي معنا وحاويان سدوه قدنها يحفظنها يأضغالك النقطي محايا لي فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه وكان صاحبك اللي قلت قف صاحب هواء أما صاحب بدعة أما أخلاق ذي سؤال معنا وحاويان أخلاق إسلامية أين هين وحقوق حين هي كور ريحة هي أخلاق ذي سي مذهب كيسي وحق أصوب قبي وحق شعران روائنا القادة علي يا مركة دين تاذا
هقتر جلين قترها جلين هنكو خماري كفير سقف قاعد صاحب غنيرس وسيد النبي كان وصاص عليه الصلاة والسلام حلو بهاي هاي أوقات في تنطي اللي باتوين كي محنتو إجران هنا ذو نقطة أهل العلم يا علماء أدوي ديس مخرج هنا كتاب كإله سبحانه وتعالى أدبرتي سنة النبي قاعد برتي طريق أبو غبي حلاه تبكي أدبرتي إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه لكن ما لها قيس كتاع ناتل الدين بكور قمينا علماء كور قمينا خير ما له كسر هذا كور قمين إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رب ييجي يوحي الله لما يتكع حالها متك بنا نشوف قا لنا عم طاقة هيهم بيقولوا طفى يسوي واحد كور قبل وقين ويسك قاضنا هي برك الدين تاعه وين الدماشي أتكون بتبادل هاي الثلاثة مساجد ما لها حلقة برا ما هي ما لها علوم ذا يشوف قا ما لها سؤال شاد أتكون ويديسن كرتيد وحما أنت كل سو قد بنا أتكون على الكرتيد دين تاعه أتكون إلى شن كرتيد صاحبك وانا أكسن ومعنا وحوي وانا أبوك على ماين هاي حيلها صلا وحيلها بتبادل ويكون كرت كان هم في فتن سيدان وبلنطي فتن بانط وبلنطي أذ وبلنطي ابتلاءاتك وبدنيه طريق الله هيب ما لهم البطاط بعكوها روكل ما هذا معناه وحويان مال وقت تجاه وين هذا المقر مركز كل طريقة معناه وحويان مال إلا كل من إلى سبحانه وتعالى وحمد سنة إنا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها وحيا نصيبي إلهي سبحانه وتعالى ومهد يظله وحيا نكون قفين نفط إذي الشيطان بكاه حطي إلهنا نورك سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.